أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة، اسمع معي أخي المسلم وأختي المسلمة إلى هذه القصة التي يحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يحثنا من خلالها على أعظم قيمة من قيم الإسلام. هذه القيمة هي عنوان رسالته صلى الله عليه وسلم. هذه القيمة عندما غابت من المجتمع انتشرت الجرائم والسرقات، وانتشر الطمع والظلم، وانقلب المجتمع إلى مجتمع غاب يأكل القوي فيه الضعيف، وتداس فيه الحقوق، ويشكو الوالد ولده، وتشكو الزوجة زوجها، يشكو الفقير الغني. هذه القيمة هي الرحمة. فاستمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب ينهث، أخرج لسانه من شدة العطش والحر، فإذا كلب ينهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم من أجر؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. فإذا كان الله تعالى قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمئه، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى الغراة من المسلمين؟ وكيف بمن تفقد أحوال المسلمين وسعى في قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم؟ لا شك أن الثواب أعظم والجزاء أكرم،
بل نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر قصة مشابهة لهذه القصة يؤكد على هذه القيمة العظيمة من قيم الإسلام. فيقول أن امرأة بغية زانية، أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر أن يدور حوله قد أدلع لسانه من العطش، أخرجه لشدة العطش، قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له ببوقها أي سقته الماء بخفها فغفر لها. يقول أحد العلماء إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا أو تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ نعم، كيف تصنع الرحمة بمريض يحتاج إلى دواء؟ كيف تصنع الرحمة بفقير يحتاج إلى طعام وشراب؟ كيف تصنع الرحمة بمسكين يرتجف من شدة البرد؟ كيف تصنع الرحمة بأرملة تحتاج إلى سكن ينويها هي وبناتها؟ إذا كانت الرحمة بالكلاب والحيوانات أجلهم الله سببا من أسباب مغفرة الخطايا والذنوب ونزول رحمة الله بالعباد، فكيف برحمة المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ولو نظرنا إلى القرآن الكريم لرأينا أن عنوانه الرحمة، ومن عناية الله تعالى ببيان رحمته أن أول ما نقرأ من القرآن الكريم هي بسم الله الرحمن الرحيم. فأين الأمة اليوم من قيمة الرحمة؟ أين الرحمة في بيوتنا؟ أين الرحمة في أسواقنا؟ أين الرحمة في أسواقنا؟ أين الرحمة في مستشفياتنا؟ أين الرحمة؟ أين الرحمة في تعاملنا؟ بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أدعو الله تبارك وتعالى وأنتم مؤمنون بالإجابة. الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. عباد الله، إن الرحمة عندما تغيب عن المجتمع فلا تستغرب أن ترى ولدا يضرب أباه ويرفع صوته فوق صوت أمه، وزوجا يضرب زوجته ويهينها أمام عائلته، وأبا أو أخا يقف حجرة عثرة أمام زواج ابنته أو أخته لمصلحة دنيوية. عندما تغيب الرحمة يا أحباب رسول الله لا تستغرب أن ترى الأخ يحرم أخته من الميراث، والأخ الكبير يأكل حق إخوانه الصغار. اسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الرحمة في أحاديث كثيرة، فيقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. أسمعتم أيها الأحبة إلى أحاديث نبيكم صلى الله عليه وسلم كلها تخاطبكم وتقول لكم: من أراد أن يرحمه الله فليرحم الناس. انظروا في واقعنا اليوم، كم من مريض لا يستطيع أن يذهب إلى الطبيب لأنه لا يملك مالا، كم من مريض يحتاج إلى عملية ولكن ليس لديه المال الكافي لإجراء هذه العملية، بل هناك من لا يملك مالا لشراء الدواء. أين الرحمة؟ لماذا هذا العلاء؟ أين يذهب الفقير؟ أين يذهب الفقير المحتاج اليتيم والأرملة؟ أين يذهب الفقير والمحتاج واليتيم والأرملة مع هذا الغلاء؟ غلاء في المواد الغذائية، غلاء في الصيدليات، غلاء في إجراء العمليات الجراحية، غلاء في كل ما يحتاج.
الناس اليوم؟ أين الرحمة المحمدية؟ أين أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مجتمعنا اليوم؟ هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الموقف يقول لنا: يا صاحب المحلات، يا صاحب المحلات والأسواق، إذا رحمت العامل الذي يعمل عندك فالله يرحمه. يا أيها الغني، إذا رحمت الفقير والمسكين فالله يرحمه. يا أيها الطبيب، يا صاحب الصيدلية، إذا رحمت المريض وسهلت أمره وتعاملت معه بإنسانيتك فالله تعالى يرحمك ويعاملك بالمثل. يا أيها التجار، يا أصحاب محلات المواد الغذائية، إذا رحمتم الناس فالله تعالى يرحمكم. فنبيكم صلى الله عليه وسلم يعلنها ويقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فاتصفوا أيها الإخوة بالرحمة وتحلوا بها وكونوا رحماء بخلق الله كافة، تنال رحمة ربكم. أسأل الله رب العالمين أن يجعلني وإياكم من المتخلقين بخلق الرحمة ومن الرحماء لعباده، وأن يجعلنا برحمته من عباده الصالحين. يقول الله ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم يا رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، توليها ومولاها يا رب العالمين. يا رب، كل من حضر في هذا المسجد، كل من حضر ونظر وأمن على هذا الدعاء، يا رب بلغ مقصده يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغ المقاصد في الخير في كل قاصد يا رب العالمين. يا رب، من كان منا مريضا فاشفيه، يا رب من كان منا مدينا فسدد دينه، اللهم يا رب من كان منا فقيرا فأغنيه بالحلال يا رب العالمين. اللهم رب خذ بلدنا الجزائر واجعله راحة للأمن والأمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم الحمد.